مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك مساء الخير يا احمد. على حضراتكم برضه. لا خلاص، مساء الخير عليك يا احمد ومساء الخير على حضراتكم. وفعلا الحدث الاهم النهارده هو مباراه المنتخب الوطني في كاس العالم لكره اليد. النهارده المباراه مهمه جدا، يمكن منتخب سلوفينيا بيختلف شويه عن منتخبات روسيا وبيلاروسيا اللي بيعتمدوا اكتر على الالتحامات وعلى اجسامهم الضخمه وان هم طوال جدا، ولكن سلوفينيا يمكن بيعتمد اكتر على الفنت او الفنتات باللغه الدرجه، وحتى ممكن بيجوا في اخر المباراه بيتعبوا شويه من كتر الفنتات. وكلنا ثقه، يعني الحقيقه انه دي مدرسه ودي مدرسه، هنلاعب مين؟ احنا كلنا ثقه في المنتخب الوطني، ومش من فراغ، من اللي قدموه طبعا الفتره اللي فاتت او المباريات اللي فاتت. وطبعا مش هفكر حضراتكم كل يوم ان احنا لازم نكون في ظهر المنتخب وندعمه، حتى لو بصورهم على السوشيال ميديا او اي كلام ممكن نكتبه عنهم ايجابي على السوشيال ميديا، لان اكيد غياب الجماهير عن المدرجات بيأثر طبعا. انا بيتهيألي انه طبعا احنا عارفين ان كرة اليد في مصر ومنتخباتنا على مدار سنين واجيال مختلفه بتتميز بالقوه، ودايما مصر مرشحه ودايما مصر بين الكبار، لكن اسمحوا لي اقول انه الجيل ده متميز الى حد كبير جدا، والحقيقه عندنا لعيبه مش هبالغ لما اقول انها من افضل لعيبه على مستوى العالم. المستويات اللي شفناها والقدرات اللي شفناها من لعيبتنا في الماتش اللي فات، بما فيها على فكره ماتش السويد اللي خسرناه بفارق هدف في اللحظات الاخيره، بتقول انه المنتخب المصري قادر على الوصول لاخر المشوار. على كل احوال كل التوفيق لابطالنا النهارده، وهنتكلم على منتخب مصر في تفاصيل. خليني بقى